ورحمة الله وبركاته. كي جي 2 مراجعة لغة عربية كتاب تواصل نشاط 3، ابحث عن الحروف واكتبها كما نشاط 3، ابحث عن الحروف واكتبها كما في المثال. أمامي دلوقتي 4 صور، في كل صورة من الصور اللي قدام مني ديت هكتبها وحاول الاستهجاء بتاعها وأشوفها مكونة من كام حرف. أول حاجة صورة إيه يا ترى؟ صورة سحب. يلا نقول الاستهجاء بتاعها: سين ضمة سو، حاء ضمة حو، ب سحب. طيب كلمة سحب مكونة من 3 أحرف، طب إيه هما؟ السين والحاء والباء. طب يلا الصورة التانية، صورة ايه يا ترى؟ صورة تمر، تاء فتحة تاء م ر تمر. طيب كلمة تمر مكونة من 3 أحرف، ايه هما؟ التاء والميم والراء. شاطرين. طيب الصورة التالتة، صورة ايه؟ رمح، راء ضمة رو، م ح رمح. برافو. طيب كلمة رمح مكونة من 3 أحرف، هما الراء والميم والحاء. برافو عليكم. طب آخر صورة، صورة إيه؟ صورة بحر، باء فتحة باء، ح ح ر ر بحر. كلمة بحر مكونة من 3 أحرف، هما الباء والحاء والراء. برافو عليكم يا كيجي، ممتازين. برافو. نشاط 5، أكمل الحرف الناقص. دلوقتي قدامنا 4 صور، في كل صورة من الصور اللي قدام مننا شايل لي حرف. أول صورة، صورة إيه يا ترى؟ صورة فرس، فاء 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 فرس. شاطرين، بس الفاء بتيجي في أول الكلمة متصلة. برافو عليكم. يلا الصورة اللي بعديها، صورة ايه؟ صورة بنت، بنت ب كسرة ن ن ن ن ت ت ت تاء. برافو. طيب الصورة التالتة دي، صورة ايه؟ راء فتحة وعطتني نقط واللام رل. لا طبعا، تعالى يا حرف، تعالى تعالى. ميم رمل، راء فتحة ميم لام رمل. الصورة الأخيرة، صورة إيه يا ترى؟ وحطيت لي تحت ف ف، إيه ده؟ رف. برافو، راء فتحة رف. شاطرين، برافو. حبايبي الحلوين، احنا عملنا مراجعة على حرف التاء والسين والراء. يلا بينا نشرح حرف التاء. يلا بينا. ادي حرف التاء اللي ظهر لنا ده، حرف التاء المنفصل. ليه 3 أشكال في الكلمة، في اولها وفي وسطها وفي اخرها. يلا بص، اول حرف، حرف التاء وهو مادد ايديه، ده في اول الكلمة. في وسطها فارد دراعه الاتنين. طب وفي آخر الكلمة مادد إيده للي قبليه بيسلم عليه. طيب إحنا عارفين إن إحنا عندنا حركات قصيرة شقية، اللي هي تاء فتحة تاء، قدامها سورة إيه يا ترى؟ سورة تاج. يلا بينا نقول الاستهجاء بتاعها: تاء فتحة تاء تاء. مد إيه ده يا ترى؟ فاكرين؟ مد ألف. برافو. تاج، والمد بيجي فين؟ في الوسط وفي الآخر. طب الصورة التانية، يلا نشوف أن الحركة تاء ضمة تو، تاء ضمة تو، قدامها صورة إيه يا ترى؟ صورة إيه اللي كلنا بنحبه؟ توت. برافو. يلا نقول الاستهجاء بتاعها: تاء ضمة تو تو. مد إيه؟ مد بالواو. برافو. توت ت تاء. برافو. تاء كسرة، الصورة اللي بعديها تاء كسرة تي،
طب صورة ايه اللي قدامها؟ تمساح، تاء كسرة تي م م سا مد ايه؟ مد ألف. برافو تمساح، برافو. سامعين آخر صوت؟ صوت ايه؟ صوت حرف الحاء. برافو عليكم شاطرين. يلا من ولادي الحلوين هيتفاعل وهيكتبهم على الواتساب. برافو. حبايبي الحلوين، احنا طبعا رجعنا على حرف التاء. تاني حرف، حرف السين. بصوا حرف السين، شايفينه يا كيجي؟ حرف السين منفصل ازاي؟ هو ليه كام شكل؟ ليه تلات اشكال. متصل، سين جت في اول كلمة مد ايديها، وفي الوسط فرد ايديها الاتنين، وفي الاخر بتسلم عليهم اللي قبليها، وكلهم التلاتة دول متصلين. احنا عارفين ان احنا عندنا حركات شائية قصيرة. يلا نبصوا، سين فتحة سا، سين فتحة سا. قدامنا صورة ايه؟ سمكته. انا سامع حد بيقول، يلا نقول الاستهجاء بتاعها، سا ما ك تو. شاطرين شاطرين يا كيزي، برافو عليكم. سين كسرة سي، سي ايه؟ سكين. سي كي كي، ادي حرف الكاف سامعينه، سكي. مد ايه ده؟ مد ايه؟ مد بالياء. برافو. ولازم جره اللي قبليه يبقى تحتيه ايه يا كيجي؟ كسرة. برافو عليكم. سكين ن ن ن نون. برافو. يلا الصورة اللي بعديها صورة ايه؟ سين ضمة سو، سين ضمة سو. صورة ايه دي يا ترى؟ سلم. برافو. يلا نقول الاستهجاء بتاعها، سين ضمة سو ل سلم م م ميم. برافو ممتازين يا كيجي، برافو عليكم. حبايبي الحلوين، طبعا احنا عملنا مراجعة على حرف التاء والسين، هنعمل مراجعة على اخر حرف عندنا، حرف الراء. حرف الراء، يا ترى حرف الراء ده منفصل، طيب بيبقى شكله ازاي متصل؟ ازاي فاكرينه؟ من الحروف الرفاصة، فاكرينه يا كيجي؟ ايه هما الحروف؟ فاكرينهم؟ تعالوا يلا نعملوا مراجعة. ايه هما؟ الدال والذال والراء والزي والواو والالف. دايما عندهم ايد بس ايديهم بتمد للي قبليها، شايفينه مدد ايده للي قبليه ازاي؟ بيجي في الوسط وفي الاخر. طب يلا نشوف حركات الحرف الراء القصيرة الشقية. ايه هم؟ راء فتحة راء، راء ضمة رو، راء كسرة ري. طب راء فتحة قدامها صورة ايه؟ رجل. راء جو جو ل رجل. شاطرين. طب الصورة التانية صورة ايه؟ يلا راء ضمة رو، رو ايه؟ رمان. راء ضمة رو م م ما. مد ايه؟ مد ايه؟ انا سامع حد بيقول مد الف. برافو. جاره اللي قبليه لازم يبقى عليه ايه؟ فتح. برافو رمان ن ن. شاطرين. السورة الاخيرة بقى دي سورة ايه؟ راء كسرة، راء كسرة ري، راء كسرة ري. سورة ايه يا ترى؟ انا سامع حد بيقول ريشة تو. برافو. راء كسرة ري، ري. مد ايه؟ انا طولت، هي حركة طويلة. ري مد ياء، ري ش ش ش ش شين. ري ش تو، تو دي يعني تاء ايه؟ مربوطة. برافو عليكم يا كيجو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر، وكل الولاد اللي اتفاعلوا معايا على الفيديو واتفرجوا عليه هديهم بالونات كتيرة. باي باي.